di lavoro. هادشي راه هضرنا معاه حبيه، مشينا عنده قلنا ليه الله يخلي غير حول هاد البرارق، حولهم ديهم للجهه الاخرى. راه عيب انك واش انت تقبل على نفسك انك تقول حنا ما كنحضروش هاد الناس، الله يحسن العوان، ولكن كاينه واحد شويه ديال الخصوصيه اللي خاصك تحترم. لان ما يمكنش واحد عزري يجي يجلس لك قدامك، راه ما كيديروا كاع الاشياء ديالهم، ما كيديروا طرقهم، حنا ما غاديش ندخلوا فيهم. حتى واحد هو غادي يعوم ولا ما عرفتش غادي يدير. الناس ما مزوجينش دراري، حنا راه عائله هنا كنحترموا نفسنا. عندنا اشكال، لا كوزينه توقف فيها، لا بيت توقف فيه، ايوا انا داري راه فيها هاد لافاس، فيها الكوزينه وفيها هاد البيت، اشنو نتمنع منها؟ نخدم معاه ملك. حتى نقولوا ملي يكون لبني ما كاين مشكل، ولكن يجيب الناس تعيش حداك لا، هذا مشكل ما خاصوش يكون. الناس كتبني وكتمشي فحالها تبعد عليك الهيم ماشي مشكل، ولكن باش تولى جالسه معاك 24 ساعه على 24 ساعه فهذا طمس الحريه. قبل ما يكون هذا المشروع هذا هنا كنتو كتجلسوا في هذا الشومبر؟ يا سيدي جلسوا فيها ودابا جلسوا بحر. دابا ما بقيتيش تقدر، خاصك لو بغيتي تجلس طب الريدو، ما يمكنش انك تجلس في بيت وانت خلا وما ما عندكش حريه كبيره، الناس كدور حداك. يعني رزقك دابا وما بقيتيش حره فيه. للاسف الشديد. انا كساكنه وكسامحي السلام عليكم. وعليكم السلام. استدعيتونا على الاسم بعدا مدام الصالحي. مدام الصالحي استدعيتونا هنا باش نجيو نحضروا لكم واحد المشكل اللي عندكم في هذه الاقامه. هذه سميتها الاقامه ماجيك هاوس ترونش 3. ماجيك هاوس ترونش 3. عندكم واحد المشكل مع شي بروموتور اخر اللي جا كيبني في الجنب ديال هذه الاقامه اللي انتم فيها، ولكن خلق لكم مشاكل، ممكن تشرحي لنا هذه المشاكل؟ الوغ المشكل سيدي بدا من جوان، يعني من جوان المشكل طرح. اولا كان اول شيء وهو الحفير، فاش كان الغبابر طير بدون احترام الوقت، لي بوكلاند كميوات بدون احترام الوقت، واش كيخدموا ليل نهار؟ تيخدموا تيبداو مع السبعه د الصباح، المهم على حسب لو شونتي لافونسمون دو شونتي، وهما الوقت سورتو دابا نبداو تيكوليو لي بيطون، بداو تيديرو الكولاج ديال البيطون، راه ولاو تيبقاو حتى لعشرة ونص لحداش. وحنايا هاد الـ هاد الـ البروموتور اللي هنا غير للإشارة، راه هو نفس البروموتور اللي باع لينا، يعني حتى يعني حنا شرينا اون غيزيدونس، ملا شريناها على السكات اللي فيها، البعد على الصداع، حنا اليوم الطلب ديالنا اللي معاه تنقولو لهاد السيد، واحترم على الأقل أن حنا خدينا في هاد لا ريزيدونس بواحد المعايير اللي حنا ظنيناها ما كاينه في حتى شي بلاصه. وللاسف الشديد اليوم كنتصطدموا معاه انه هو اللي كينقد داكشي اللي قال في الاول. علاش؟ لان اولا حنا هاد الورش حنا ما كنقولوش غنوقفوه، لان هذا انفستيسمون المنصوريه ما كاين حتى شي مشكل، ولكن الورش عنده معاييره من ناحيه التوقيت، من ناحيه الليجيان، من ناحيه بزاف د الحوايج. واش كتظن الشريف انا عندي داري، انت لا كتشوف راه تقريبا البراكه ديال العمال ها هي هنا، وكتظن بان شنا عدد ديال البراك ماشي براكه كيستادير البرارك، راه كاينه تقريبا شي 100 براكه ولا 150 براكه ولات. ايوا ايماجين هاد الناس كلهم هادو
واش موفرين ليهم الشروط الصحيه ديالهم هما بعدا وحده. ثانيا هاد الناس راه كتعرف العمال ديال الورش راه تيكون توقيتهم ملي كيسالوا في العشيه، راه الطياب، راه الغناء، راه الهضره، راه الى حديت ولا حرج. راه ما حنا ما كنتحكموش في الناس في التفكير في الاسلوب باش كيهضروا بعدا. واش موفرين لهم مثلا دوك المسائل الطبيعيه اللي كيديروا جميع الناس، يعني بحال غنقولوا الكنيف، الطواليت، كذا موفرين؟ شريف عندي صور غادي تشوف بها بان الناس هاد الجهه اللي من هنا كيجيو الناس يديروا الحاجه ديالهم تما. يديروا الحاجه ديالهم في الخلاء. اه وعلى مرأة ديال الناس بدون حرج كيديرها بحال هكا بحال هكا وكيمشي يجلس تما. لا حيت شفنا قبيله واحد اللقطه ديال شي وحدين وهما دابا نيت حاليا كيغسلوا يعني كيغسلوا ديالهم وهذا معرين حوايجهم. انا اش قلت لك راه ما بقاش عندنا حنا انا كامراه ما بقاش عندي، وانا كنهضر ورا نساء كثار في هذا الصف للاسف السجل حيت اليوم جيتو تقريبا الناس كلها خارجه. نعم. ولكن حنا كسانديك من الواجب ديالنا حنا نسهروا نتكلموا بصفتهم. نعم. اليوم حنا تنقولوا بان هاد السيد راه ما عندوش الحق يجي يحط لينا هاد البرارك على علينا حنا كنطلعوا عليهم ماشي حتى بالبعد، يعني الا بقيتي لا راه تعرفوا اش كيقول، لا تحل الشرجم تسمعوا اش كيقول، تسمعوا اش كيدير، تسمعوا شي كلام اللي هو غير لائق. انا حيت انا ما كنحلش، انا براتيكمون وليت ساده خوف من هادشي، من خوف اني نتصطدم مع شي حد. هادي بدون القضيه ديال الغبره وديال الغبره هذيك حنا راه قلنا شوف حنا تجاوزنا الغبره، قلنا الغبره ما عندنا ما نديرو، ولكن احترام الحريات للاخرين حيت هو راه ما ساكنش هو هنا. انا كنظن كون كان هو ساكن هنا هادو راه ما غيكونوش هنا، ولكن هو حنا بالنسبه ليه هو غسكنكم نتوما وصافي وما شغلوش هو، نحط لكم برارك وسيروا فين ما بغيتو وسيروا عند ما بغيتو. مدام صالحي عندي سؤال اخر. وي. اللي هو واش فاهمكم ولا ماشي فاهمكم على ان هادشي ديال البناء ومواد البناء والتنقل مواد البناء راه عنده واحد القانون وعنده واحد التوقيت خاص، راه كيبدا من 6 ديال الصباح حتى 8 ديال الليل، يعني الا وصلت 8 ديال الليل ممنوع تحرك شي حاجه في المواد ديال البناء للاسف الشديد. راه هذه مسائل وقفنا عليها. الكاميون لي بيتونيير يعني دوك اللي كيجيبوا الخرسانه من الشركات راه كيجيو هنا مع 10 د الليل، 10 ونص د الليل، 11، ولا ما كنعيطوا على لي جوندارم باش نقول لهم واش هذا السيد ما عندوش اللي تيحكموا، لانه التوقيت العمل راه ما تيبقاش النهار كله، يمكن تي اكسبلواتي دوك الناس مساكن يخدمهم حتى 18 ساعة ولا 20 ساعة الله أعلم، مي احترام الوقت ما كاينش. ونعطيك حاجة أخرى، راه جا هنا باش تعرف الخدمة بالليل لي بروجيكتور راه واحد في هاد لاكغو والآخر في لاكغو الأخرى. كيعطيوكم نتوما الضوم مضروب عندنا حنايا. لا للأسف الشديد احنا درنا المحاولات عند واخا بلاتي اهلال قديم ديال المحاولات. واش طرقتوا الباب ديال الجامعه؟ طرقتوا الباب ديال اي معلومه الشريف؟ شنو كان الجواب ديالهم؟ معلوم ما عطيناهم الرسائل وكنتسناو الجواب ديالهم، ولكن حنا على حساب انتوا وضعتوا الشكايه؟ وا الشكايه وضعناها في الاول ديال شهر 8 شهر اوت. باقي ما جاوبوكمش؟ يعني الجواب نحنا كنشوفوا على ارض الواقع هو ان السيد مازال كيبني. مسؤولين الجماعه مشينا عندهم حطينا الرساله فيها ان بيتيسيون سنين فيها تقريبا واحد 70 ولا 80 واحد. واخا انتم كنتوا ساكنين هنا قبل من الزيليكسيون قبل من الانتخابات، يعني حضرتوا انتخابات هنا؟ بيان سور. يعني انتم من الناس اللي انتخبوا على هاد الناس اللي كاينين هنا؟ انتخبنا او ما انتخبناش الموضوع ما بقيناش كنهضروا على من انتخبنا شكون اللي هما اللي خصهم يدويو عليكم في هاد الامور، هذه الامور القانونيه والامور اللي هي في مصلحتكم انتم، لان النهار الاول فاش كيكون كيتوضع شي مشروع ولا شي حاجه كيكون بعلم الجماعه وبعلم واحد القسم معلوم خاص معلوم معلوم كلشي كلشي هما بعلمهم. راه حيتي شوف هاد الشريف الا جيتي شتي جيت انا نطلع ندير غير شي حجر ولا نتقب شي شرجم غيجي يوقفوا عليا الوغ كو هذا كاميوات كيتجراو في الطريق صباح وعشيه ومع الليل ومع 6 الصباح ومر الليل والبيطونيه كدوز
باينه وهذا لا تظن هذا مالو الناس مع على عدم ما عندهمش على علم على بهذا الشيء راه عندهم عارفينه، ولكن السؤال كيبقى مطروح، واش حنا اليوم كمواطنين ما عندناش الحق على الراحه ديالنا؟ هذا ما كان فيهوش انا سيدي بني، ولكن احترمنا كساكنه مع العلم على انه باع لكم على اساس الراحه هذاك هو اللي جينا على قبله حنا هنايا. ما لقيتوش مشاكل هنا مثلا في البني او في سوق البناء او لا؟ عندنا شويه المشاكل، عندنا المشاكل هو نفس البروموتور. عندنا مشاكل حنا باقي كنعانيو منها لحد الان. رسالتك تطلبوا من السلطه تدخل، لان السلطه هي اللي اقوى منه واقوى مني انا. انا هي لو مايون فيبل في هذا المشكل، وتنتمناوهم ياخذوا بعين الاعتبار الطلب ديالنا، لان احنا ساكنه راه تقريبا هنا كاينه راه كيف ما قلت لك راه كاينه طونش 1 طونش 2 طونش 3 طونش 4 راه كاينه اللي ما واصلوا الصداع واصله الغبره واصلوا سميتو. حنا دابا وصلنا كل شيء واكلين الاعصاب بكل المعايير. شنو ما كتطلبوا نتوما من البروموتور بالضبط؟ يحيد علينا غير هاد البرارك من هنا يحولهم للجهه الاخرى، الجهه اللي ما قريباش لينا حنا، لان حنا ولينا محروجين دابا. بغض النظر دابا راه غيولي عندك البناي جالس معاك بالنهار بالليل وجالس معاك بالنهار، ملي غيوليو يعليو يعني غتولي انت كونداني حياتك كلها لمده الورش كامله. نتمنوا على ان الجميع يسمع الرساله ديالكم، ونتمنوا على انهم فعلا يحترموا المعايير والتوقيت ديال العمل، وهذا هو المتمنى ديالنا في هذا الطلب. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا انتم من الممثلين ديال الساكنه ديال هذه القضيه اللي كتعرض لواحد النوع من انواع ديال بزاف ديال الراحه وديال الحريات الشخصيه. يمكن لكم تحدثوا معنا. واخا دابا الا جيت نعاود لك ما الاول القصه علاش شرينا هنا وعلاش جينا هنا، راه باينه على الراحه ديالنا وعلى الهدوء. دابا ندخل لك ديريكت في الموضوع. المشكل اللي كاين هو هذا الورش اللي حدانا هنايا، هذا الورش اللي تيتبنى حدانا هنا. حنا ماشي ضد البني ولا بالعكس، مزيان هذاك البني سيدي ومزيان ينقيو الدنيا وكل شيء، غير هي اللي بغيت نقول هو ان هاد الناس هادو ما احترموش الحريه ديالنا. يعني الانسان تيفكر على فراسو. كاينين جوج المشاكل اللي كاينين، هما في الاول راه كانوا بزاف ولكن صبرنا وضحينا باش دوزنا داك الشيء. بقاو عندنا جوج المشاكل اللي ما قدرناش نصبروا لهم. الحاجه الاولى اللي هي التوقيت ديال العمل ديال هذا الورش هذا، ما كاينش الاحترام ديال 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 توقيت العمل. بعض المرات تيبقاو حتى 9 الليل حتى 10 الليل، 10 الليل وباقي الناس خدامين تيضربوا الصداع، 11 الليل كاع. انا غير مؤخرا والبارح راه كنت صيفطت واحد الفيديو وصيفطت واحد الواتساب، حيت كانوا هبطوا الساكنه كاملين اللي هنايا كاينين دابا، بغاو يمشيو يهبطوا تما كاين بالليل ويديروا احتجاج، ما خليناهمش صيفط القيد باش يتدخل معنا باش يحبسوا 9 ونص ديال الليل ومع 10 ونص ديال الليل وباقيين خدامين عاده باش يحبسوا من وراه. دونك هذا المشكل بالنسبه للقضيه ديال العمل المستمر في التوقف هو مساله حاسب فيها القانون، وعندهم هما معلومه على هذه القضيه، لان هذا الشيء ديال البناء ولا نقل مواد البناء حتى واحد 8 ديال الليل ستوب. لا ما كاينش داك الشيء هنايا ديال البناء العشوائي. شوف ما كاينش داك الشيء هنا. ذاك النهار السيمانه اللي فاتت جات واحد ديك الرومورك البوتشار اللي كتهز البوكلان، ما عرفتش الوحده ونص ديال الليل عاد كتحط هبطوا الناس، راه وريت الاخوان الفيديو راه شافوه، هبطوا الناس مع الوحده الليل نايضه الروينه هنايا. ما كاينش داك الشيء، ما تجاوب من ناحيه السلطه ما باقي، كون كان تجاوب راه ما غاديش يبقاو حتى لدابا كيخدموا بالليل. كون كان ما كاينش. ندخل معاك شويه امور شخصيه، يعني ملي كتصبن المدام اولا كتبغي تدخل الكوزينه اولا شي حاجه اللي مثلا واش يعني كتلقى راحتها؟ شوف هذا الشيء هذا اللي حنا عندنا شوف الراحه ما كايناش. انا عندي ثلاثه الوليدات صغار، جوج في المدرسه وواحد باقي طربيه، والله العظيم الا داك الطربيه ما بقى كينعس لينا بالليل وحق الله العظيم، وتصورت بالصباح ما بقاش كينعس. الدراري ديال المدرسه راه كون خرجهم لك دابا وتسمع على ودنهم قول لهم اش كيوقع لكم بالليل وليداتي، هما غيبداو يقولوا لك ما غاديش نهضر انا كاع، نخلي معاهم ما يهضروا. راه ما حيتنا الوقت ديال الخدمه، ما حيتنا لهاد البيوت اللي داروا هنا ديال العمال اللي مكرفسيننا تما. هاد البيوت هادو يعني هادو العمال كيساليو مع العصر 11 12 واش كيساليو؟ يعني ما كيخلقوش لكم تما مشكل يعني الصوت هذا؟ ايوا راه هذا الشيء اللي قلت لك، راه عرفتي راه ما تتنعش بالصوت ديال الراديوات، ما تتنعش بالهضره والضحك والغوت، ما تنعسوش والله ما تنعس. راه مرارا وتكرارا تيهبطوا الناس الساكنه كيدقوا عليا واجي تشوف معنا هاد الناس اش داروا، وتنوقفوا هنا في هاد البلاصه وتنقول لهم والله يرحم والدين، الله يرحم والدين نقصوا على الصوت راه باغيين نعسوا. ثلاثه الصباح
3 الصباح. انا البارح جوج ونص الليل حليت البالكون خدمت القران، واحد ليه مخدم الشيخات وكا كا 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 والله الا خدمت القران باش يعيق وما عاقش، وخرجت كندق عليه بالعصا ديال الشطابه فضيا زور. هذا تواصلتوا مع المسؤول على تواصلنا معاه وقلنا لي سير دير من جهه لوطوروت اللي خاويه الدنيا ولا من الهيكي الخلا ما غيهضر معك حتى واحد، حولهم تما كاين اتساع ما بغاش، قال لك ما نديرش ما توريونيش نتوما شنو غندير بحال هكا. وصلنا لشي حوايج كاع ما بلا لا داعي لي ذكريها كاع. على ذكر هذا الحائط، هذا الحائط ديالنا ديال لا ريزيدونس ما فيهش الساس، حنا كنا كنخطوا دابا باش نخرجوا ان بيجي هذا العام ان شاء الله باش نعاودوه، حيت كنا يطيح على شي واحد من وليداتنا، وليداتنا كيدوزوا هنا كيلعبوا هنايا، ما فيهش الساس محطوط غير فوق التراب بروفيزوار. جاو تقلعوا عليها انت كتشوف الشقوق اللي خرجوا فيه، شوف شوف هو عواج كاع من لهيا، عرفتي راه غيطيح على شي واحد من وليداتنا، غنحملوا الناس المسؤوليه، السلطه اللي غتحمل المسؤوليه. حتى هادشي راه قلناه وكتبناه في الشكايات وحطيناه وحتى واحد ما تجاوب معانا. طب انا كنطلب الله يرحم الوالدين الا كاين شي مسؤولين يوقفوا معانا في هذه المحنه هذه، راه ما تنطلبوا والو، تنطلبوا غير التنظيم ديال الوقت ديال العمله ديال العمل ونحيدوا علينا. ها انت شوف الفوق، شوف شوف البوتي فين غدوز، ها هي فوق من الدار كدوز، هذه الا طاحت على شي واحد هنا ما دخلش لاسيرونس مشى فيها، هز الفوق باش تشوف، ها هي فوق ديورنا دايزه فوق ديورنا. ها يلا شكون اللي غيحمينا من هذه الا طاحت لي على ولدي ولا طاحت عليا انا ولا طاحت على شي واحد بيزمنا؟ فعلا يقول لي حقا ما كاينش لاسيرونس، مسوري ليه انا ما كاينش لاسيرونس بزاف. وسيرتو هذا الحيط تاهو، هذا الحيط اللي كنهضروا عليه هو راه كله عواج، شوف راه تجي الشتا غادي يهود كامل هنا. واخا بالنسبه لكم نتوما يعني كساكنه وكسام ديك يعني نتوما اللي مكلفين بهذا الرساله ديالكم الساكنه مشروع لهذا البروموتور الناس مسؤولين على السلطه. انا كناشد الناس المسؤولين على السلطه يوقفوا معنا في هذه المحنه هذه، الله يرحم لهم الوالدين كما قلت قبيله. هاد راه ما تنقولوش لهم وقفوا البني ولا حبسوا ولا داك الشيء، ما احنا بعادين منه. حنايا جوج الحوايج غير التنظيم، النظام النظام والراحه ديال الناس، هاد الشيء اللي كاين، هاد الشيء اللي كاين السلطات باش ينظموا وباش يسهروا على الراحه ديال الناس، هاد الشيء اللي بغينا. بغينا ننظموا الوقت، ينظموا لنا الوقت ديال الخدمه، نجلسوا حنا نهار الحد في ديورنا مع وليداتنا، بالليل نعسوا، الصباح ماشي مشكل حنا كنصبروا وكنخرجوا، بالليل نجيو لديورنا نعسوا، وليداتنا ينعسوا، يفيقوا الصباح بكري يمشيو للمدارس ويمشيو لخدمتنا، ما نبقاوش نتجاهلوا بالليل. وهاد البرارك هادو الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير، راه المسؤوليه ديالهم والله العظيم الا على السلطات، راه غيطيح هذا الحيط هذا غادي يقتل شي واحد. والوليدات كيظلوا يلعبوا هنايا. وكاين اتساع كما قلت لك من لهيرا، كاين اتساع من جهه لوطوروت، كاين من الجهه الاخرى، يعني كاين فين يدار. هادو هما جوج نقيطات اللي كنطالب بهم وكناشد بهم المسؤولين.